خلونا نبدأ بالأخبار السعيدة. أنا مش من النوع اللي أخلي الأخبار الأخيرة في الآخر عشان الناس تفضل قاعدة معايا في اللايف، ما بيفرقش معايا الكلام ده. وخلونا نبدأ بالأخبار الكويسة، أخبار سعيدة النهاردة لجمهور نادي الزمالك. لشبونة بيزف بشرة سارة لنادي الزمالك. طبعا المفاوضات الفترة اللي فاتت كانت شغالة إن احنا ندفع 50%، لا 60%، لا ندفع المبلغ كامل، لا نقسط، لا نجدول. وبالفعل وافق نادي لشبونة منذ قليل على سداد نادي الزمالك لمليون دولار، اعتقد حوالي 75%. زي ما قلت لحضراتكم من فترة ان لشبونة لو وافق على التقسيط هيوافق على 75% مقدم، والباقي في مدة اقصاها 6 اشهر. يمكن المعلومات اللي جات لي منذ قليل ان ده الرينج اللي احنا شغالين عليه، ان لشبونة وافق على الحصول على مليون دولار كاش دفعة واحدة وتقسيط ال 500,000 دولار الباقيين مش على 6 شهور، على 3 شهور. تمام. وكمان عاوز ضمان بنكي يضمن دفع 500,000 دولار لشبونة. يعني لشبونة عاوز 3 حاجات: مليون دولار مقدم، وال 500,000 دولار بعد 3 شهور من سداد المليون دولار المقدم، والطلب الثالث عاوزين ضمان بنكي لشبونة ان يعني عاوزين الزمالك بالبلدي كده يلتزم بسداد الغرامة وبسداد الفلوس المستحقة على نادي الزمالك. الزمالك دلوقتي بيجمع الاموال بتاعه من رجال الاعمال ومن الناس المحبين لنادي الزمالك لتجميع المستحقات للقضايا الفيفا عشان نفتح القيد لنادي الزمالك. وطبعا اكيد كل اللي شغال او يعني من اكتر الناس اللي شغالين على الملف ده بشكل كويس جدا هو الاستاذ عمرو الادهم، اللي انا عاوز احييه واشكره انه بيبذل مجهود جبار، استاذ عمرو الادهم، لحل المشاكل دي. وانا جاي لكم لمشاكل تانية برضو تم تسويتها، ولكن اول خبر سعيد معانا هو لشبونة. يعني ان شاء الله باذن الله القصة يعني تكاد ان تكون قد انتهت. يعني الموضوع التاني، احنا كنا عارفين ان نادي كاراكاس الفنزويلي نادي بتاع سامسون ليه مستحقات سامسون، وليه حوالي 450,000 دولار بالفوائد حوالي 500,000 دولار طالب بهما. هو ليه حوالي كله از توتال 520,000 دولار. نادي الزمالك والاستاذ عمرو الادهم تحديدا كان في تفاوض مستمر مع نادي كاراكاس الفنزويلي عشان يقسط ال 500,000 دولار، 520,000 بالظبط، لنادي كاراكاس الفنزويلي. نادي كاراكاس الفنزويلي وافق على تقسيط المبلغ على دفعتين، ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ زيادة 5% في المبلغ الاجمالي، ووافق انه ياخد 270,000 دولار دلوقتي، وبعد 3 شهور ياخد 250,000 دولار. فده بالنسبة للشروط بتاعت نادي كاراكاس الفنزويلي اللي برضو وافق على الجدولة برضو بعد المجهودات الكبيرة اللي بيبذلها اكتر واحد شغال في المجلس، استاذ عمرو الادهم شغال في الملف ده بشكل كويس جدا جدا. الخبر الثالث اللي عندي النهاردة، محامي اتشيمبونج كان بيتواصل باستمرار مع الاستاذ عمرو الادهم. محامي اتشيمبونج وافق على تقسيط المبلغ على دفعتين، دفع 140,000 دولار، وبعد 3 شهور دفع 130,000 دولار، وكده اجمالي اتشيمبونج 270,000 دولار عشان يسدل الستار على كاراكاس واتشيمبونج ولشبونة. 3 قضايا دول بلغوا المحاميين بتوعهم، بلغوا نادي الزمالك ان احنا ما عندناش مانع ان احنا نجدول ونقسط. اتمنى نادي الزمالك يقبل بقى بالجدولة دي، واتمنى نادي الزمالك يحاول يخلص القصة دي على خير عشان يعني نرفع او نفك قيد ونحاول ننهي الازمة دي بشكل محترم جدا جدا جدا. طيب، من الاخبار السعيدة للاخبار يعني مش عاوز اقول مش كويسة، ولكن هي حصلت النهاردة. شيكابالا لسه لغاية دلوقتي رافض عقد جلسة مع مجلس الإدارة بخصوص عمل صلح مع فتوح، وكباتن الفريق مع شيكابالا مؤيدين لموقف شيكابالا، ولغاية دلوقتي أوضة اللبس في الزمالك فيها انقسام، جزء مؤيد لشيكابالا والكباتن الكبار، والجزء الآخر هو مؤيد لعودة فتوح وخلاص
اللي حصل حصل، ويعني بالبلدي كده مصارين البطن بتتعارك. النهارده هيكون في جلسة النهارده تاني مع شيكابالا اللي كان رافض الكلام اللي حصل امبارح، النهارده في جلسة تاني مع شيكابالا، وفي ناس هتتدخل عشان يحاولوا يعني يقنعوا شيكابالا بالموافقة. وانا زي ما قلت لكم اتمنى شيكابالا يخلص الموضوع ده على خير، عشان يعني احنا مش ناقصين مشاكل، يعني نادي الزمالك بيعج بالمشاكل اللي ملهاش حدود يعني. طيب عاوز ادخل على موضوع تاني. الدبابة الإيفوارية التوجولية، الدبابة الإيفوارية التوجولية، روجير أهولو نجم الرجاء المغربي. روجير أهولو بيفسخ عقده مع الرجاء المغربي ويقترب في صفقة انتقال حر لنادي الزمالك. خلونا الأول نشوف من هو روجير أهولو. روجير أهولو هو لاعب إيفواري توجولي مع الجنسية الإيفوارية التوجولية، عنده 29 سنة، مواليد 1993، هو لاعب وسط ميدان وبيلعب رقم 8 كويس وبيلعب رقم 6 كويس. روجير أهولو فسخ عقده مع الرجاء المغربي بسبب أزمة في المستحقات. الرجاء شكله كان عليه فلوس كتيرة للاعب، واللاعب فسخ عقده بسبب عدم حصوله على يعني عدم تقاضي أموال. واللاعب كمان عشان يفسخ عقده بدون أي مشاكل ليه مستحقات متأخرة غير المستحقات اللي ما خدهاش، اتنازل كمان على بقية المستحقات غير المستحقات اللي هو ما خدهاش، كان ليه مستحقات تاني اتنازل عنها. وكمان في أنباء إنه هو نادي الرجاء هيحاول يجدول له الفلوس بتاعته ويتنازل عن الشكوى بتاعته في الفيفا. واللاعب في كلام كبير وكتير ان اللاعب قد يكون صفقة لنادي الزمالك، وخاصة انه الان لاعب حر بعد ان فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي. ناس انا ما اتفرجتش عليه بصراحة، ناس بتقول لعيب كويس، ويعني اتمنى ان شاء الله باذن الله يعني لو هيجي نادي الزمالك يكون صفقة مبشرة، لان بصراحة احنا بعد الم نضاي وسامسون اعتقد ان نادي الزمالك لازم بقى ايه يعني الخمسة الاجانب دول يكونوا لعيبة سوبر يعني سوبر ستار يعني. شيفو الجديد او خليفة شيفو، خالد عبد الشافي مدافع لفيينا معروض على الزمالك، وهو لعيب مساك وظهير ايمن. من هو خالد عبد الشافي؟ هو ابن عم محمد عبد الشافي. بصراحة انا لو مسؤول في نادي الزمالك هجيب خالد عبد الشافي بدون ما اشوف مستواه، انا بهزر يعني، لان انا بعشق محمد عبد الشافي يعني، بحس عبد الشافي بشوف نفسي في عبد الشافي وفي شيكابالا وفي الونش وفي محمد عواد، لعيبه اللي بتحب الزمالك وبتحب جمهور نادي الزمالك. ف يعني اتمنى لو خالد طبعا لعيب كويس، اتمنى انه يكون موجود في نادي الزمالك الفتره القادمه. طيب تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني. بصراحه رضا عبد العال ادى الواد امام عاشور حته في الثمانيات بصراحه يعني. رضا عبد العال من الناس اللي دمهم خفيف ويعني عنده قبول وعنده كاريزما بصراحه يعني بشكل يعني هو يا سبحان الله يعني. انا بحب رضا عبد العال بيرد على امام عاشور رد عليه تاني غير الرد بتاع امبارح، رد عليه النهارده تاني وقال له انت طالع تتكلم عليا يا ابني، انت لعيب فاضي ومجرد ترند صدقني، وانت صفقة كيد نسا، بكرة هتنتهي او بكرة هينتهي الترند وهتلاقي مكانك في سيراميكا ولا في الجونة زيك زي هاني العجيزي وصبر رحيل ومحمد صديق ومعتز اينو وباقي الشلة الفاضية اللي الاهلي يلبسها من الزمالك. واخر حاجة حابب اقولك عليها يعني انا مش زي اي حد، اوعى تفتكرني زي جمهور الاهلي هتشتمني بامي وتشتم رموز النادي وبعدها بكام شهر هحتفلك واقول عليك افضل لاعب في العالم، لا انسى انا عندي كرامة
مش زيهم. يا ترى مين هم يا كابتن رضا اللي ما عندهمش كرامه، اللي اتقال لهم لابس احمر احمر فاحمر هو تيت ولا ايه؟ اغنيه حلقاتك برجالتك، لابس احمر احمر فاحمر هو اتحول ولا ايه؟ اتحول وهم راضيين. خلاص مالناش دعوه، احنا مالنا احنا؟ انت زملكاوي حشري. ايوه انت زملكاوي حشري. ناس هم راضيين ان يتقال لهم انت حاول ولا ايه؟ اتحول يعني. هم راضيين. عيلة صالح عيلة حلوة، والاهلاوية ولاد حلوة. هم راضيين. انت مالك؟ ده انت زملكاوي متطفل قوي. سيبهم. سيبهم. شال ورقة التوت من عليهم، بقوا سيكو سيكو. هو امام عندهم حلو وبيطبلوا له وبيزغرطوا له، وطلعوا قالوا للخطيب صالح سليم مش ناسيينه، امام عاشور مش عاوزينه. بعد ما امام جه لف ورجع تاني. ايه البواخه دي؟ فاكرين الفنان رحمه الله عليه علاء ولي الدين روحه طلبت الرحمه؟ لف ورجع تاني. ايه البواخه دي؟ انا في الشده شديد والقوه قوي. فهم حابين امام، هم حابين امام. خلاص احنا مالنا؟ اما احنا كلها بصحيح. طيب ده كابتن رضا عبد العال الجميل اللي يعني هو ما حطش فينا احنا الزغلول، هو حط فيكم الزغلول، وحط فيكم الكناري عصفور الكناريا، وحط فيكم الغراب، وحط فيكم اليمام. هو حط فيكم يعني او في استاد التتش يعني عشان ما حدش يفهم غلط، كل حاجه كل حاجه اتحطت في استاد التتش. خلاص خلاص هتقول لي زغلول ما زغلولش، حط فينا ايه؟ انت اتشتمت وتهنت وتسبيت وتلعن بكرامتك وتلعن سلسفيلك. والله زعلان عليك. طب والله زعلان عليك، كان زمان عندك كرامه ومبادئ وقيم. انا نادي القيم، جاب لك صوره امام عاشور هتبص في الارض كده. طيب